هذه الندوة هي احتفالية، وقوف إلى جانب الأشخاص المتعايشين. مثل ما عم تلاحظوا حضراتكم، الحضور الحمد لله كبير. لدينا شركاء بكافة وزارات الدولة، بكافة المجتمعات المدنية، المجتمع حتى المنظمات الدولية يقفوا إلى جانبنا ويساندونا حتى نستطيع القضاء على هذا المرض. في عنا مركز المشورة والاختبار الطوعي اللي بنتابع فيه مرضانا بشكل دائم، وطبعا بطريقة علمية وبطريقة منهجية، وبالتالي عم نحاول يعني الاختبارات، طبعا أدق الاختبارات موجودة عنا بهذا المركز، وبالتالي احنا عم نقدم حتى العلاج مجاني. وزارة الصحة عم تقدم العلاج مجاني ومتابعة يعني حسيسة للوصول لجميع المرضى المصابين بنقص المناعة المكتسبة. وهذا الحقيقة الهدف، والحقيقة النتائج موجودة والمشورات دائما تقدم. نحن وظيفتنا بتقديم دم آمن، لأنه هو الاختبارات اللازمة للكشف عن بعض الأمراض السارية والأوبئة الموجودة، وعلى رأسها التهابات الكبد بأنواع مختلفة سواء بي أو سي، واختبارات الإصابة بفيروس الـ HIV اللي هو الإيدز. فهذه اختبارات الأساسية نحن نكون فيها، ومنأكد خلو كيس الدم من الموضوع هذا بشكل أنه يتقدم مثل ما حكيت بشكل آمن وسليم وكافي. برجع مرة تانية بقول كافي، لأنه إحنا الحمد لله ما عانينا طوال فترة الأزمة من أي نقص بهالموضوع هذا، وطبعا هذا شيء طبيعي على شعب معطاء من شعبنا.